ورسم رجعنا باخبار عاجله وعاجله جدا على الانتقالات لكل من فريق الرجاء العالمي وفريق وداد الامه. ويلا باش ما نطولش عليكم نبداو مباشره بالانتقالات ديال فريق وداد الامه، ونبداو باللاعب الاول واللي قرب باش ينتقل للفريق اللي هو اشرف داري. كما قلت لكم سابقا باللي حاله الاداره ديال فريق وداد الامه في مفاوضات جد متقدمه مع فريق بريست الفرنسي من اجل رجوع اشرف داري فريق الوداد كخيار ديال الاعاره. واليوم رسميا الاداره ديال فريق بريست الفرنسي تواصلوا مع الاداره ديال فريق الوداد شخصيا، وقال لهم باللي حاليا الخيار ديال الاعاره ديال اشرف داري فهو مطروح فوق الطاوله ديال الاداره ديال فريق بريست الفرنسي. ولكن حتى دابا الاداره ديال فريق بريست يفضلوا الاعاره ديال اشرف داري لشي فريق اوروبي، ولكن عاوتاني على حساب اشرف داري شخصيا هاد اللاعب هذا كيفضل باش يرجع لفريق الوداد اكثر من اللي ينتقل شي فريق اوروبي. واليوم ورسميا اشرف داري تواصل مع الاداره ديال فريق بريست الفرنسي وقال لهم باللي كيفضل يرجع لفريق الوداد بخيار ديال الاعاره، وهادشي راجع لي ان غادي يكون عنده البلاصه مضمونه مع الفريق، وهادشي راجع باش اللاعب ياخذ واحد الدقائق اكثر ديال المباريات باش ان شاء الله يرد المستوى ديالو الحقيقي. ونفش الاداره ديال فريق بريست اللي سمعوا الخيار ديال اشرف داري اليوم ورسميا تواصلوا مع الاداره ديال فريق وداد الامه باش يدرسوا معهم الخيار ديال الانتقال ديال اشرف داري لفريق الوداد بخيار الاعاره لمده 6 شهور. يعني حاليا اشرف داري رجع قريب بزاف باش يرجع للفريق بخيار ديال الاعاره، ويمكن ان شاء الله غير في الاسبوع المقبل نسمعوا واحد الاخبار اللي جد إيجابية لعودة أشرف داري لفريق الوداد، خصوصا حاليا الفريق كيفتقد واحد المدافع بقيمة أشرف داري، والرجوع ديالو للفريق غادي يكون جد إيجابي بالنسبة للاعب وبالنسبة للفريق. نمشيو دابا للاعب الثاني واللي قريب يرجع عاوتاني للفريق اللي هو مبينزا. لحسب آخر الأخبار واللي جاتني من عند المسؤولين في الإدارة ديال فريق الوداد، وقالوا لي باللي رسميا تواصلوا مع مبينزا باش يرجع لفريق الوداد كخيار ديال الإعارة، وهذا الشيء اللي رحب به اللاعب شخصيا، لأن مبينزا وبعد ما انتقل للدوري القطري شاف تمايا باللي كاين فلوس ولكن شاف بلي المسيره الكرويه ديالو غتدمر، خصوصا بلي اللاعب حاليا يلا في العمر ديالو 23 سنه. على هادشي مبينزا كيشوف بلي الرجوع لفريق الوداد غتكون عنده واحد الفرصه اللي كبيره باش عاوتاني ينتقل شي فريق اوروبي. يعني هنايا مبينزا كيشوف بلي الرجوع لفريق الوداد غادي يكون جد ايجابي بالنسبه ليه شخصيا. على هادشي تواصلوا مع الاداره ديال فريق الوداد، اللاعب رحب بالعوده ديالو لفريق الوداد. اما من ناحيه الاداره ديال الفريق اللي تيلعب فيه حاليا اللي هو المعيثر القطري، حتى هما باغيين يصيفطوا مبينزا فريق الوداد بخيار ديال الاعاره، لانهم عارفين باللي مبينزا باغي يرجع لفريق الوداد. نمشيو دابا لاخر الاخبار ديال الانتقالات ديال فريق الرجاء العالمي، ونبداو الاخبار ديال الانتقالات من عند محمد سبول. رسميا على حسب الاداره ديال فريق الرجاء العالمي، رسميا محمد سبول غادي يغادر الفريق في هذه الانتقالات الشتويه، وغادي ينتقل ان شاء الله في هذه الانتقالات الشتويه للدوري الفرنسي وبالتحديد لفريق باستيا. يعني رسميا محمد سبول ان شاء الله غادي يرجع واحد اللاعب اللي محترف في اوروبا، وهذه خطوه ممتازه بالنسبه للاعب وبالنسبه للفريق، لان في هذا الموسم هذا شفنا بزاف ديال اللاعبين اللي تنتقلوا من فريق الرجاء العالمي للدوريات الاوروبيه، واخر لاعب كما كنعرفوا هو سفيان بجديده، وزيد عاوتاني بالاضافه لمحمود بن تايك، وحاليا هو محمد سوبو انتقل عاوتاني للدوري الفرنسي وبالتحديد نادي باستيا. نمشيو دابا للمدافع اللي كيتفاوض مع فريق الرجاء العالمي باش يجيبوا في هذه الانتقالات الشتويه، وحاليا الاداره ديال الفريق في واحد المفاوضات اللي جيت متقدمه مع سفيان بوفتيني، ولكن عاوتاني رسميا على حسب الاداره ديال الفريق الوصل الاماراتي عرضوا الامكانيه ديال الانتقال ديال سفيان بوفتيني فريق الرجاء العالمي. وعلى حسب ما قالت الاداره ديال فريق الوصل الاماراتي باللي اذا بغاو يصيفطوا سفيان بوفتيني لفريق الرجاء العالمي كخيار ديال الاعاره خاص بعدا يدفعوا للنادي واحد المبلغ ديال 100 مليون، وزيد عاوتاني في حاله الانتقال ديال اللاعب بصفه نهائيه لفريق الرجاء العالمي خاص ديك الساعه يدفعوا لفريق الوصل الاماراتي مبلغ ديال 800 مليون، وهاد الشروط كتعتبر واحد الشروط اللي صعيبه بزاف، خصوصا الاداره ديال فريق الرجاء العالمي خاصهم يجيبوا واحد المدافع اللي ممتاز ولكن عاوتاني في نفس الوقت بواحد المبلغ اللي معقول. اما سفيان بوفتيني الاداره ديال فريق الوصل الاماراتي طالبين فيه واحد المبلغ اللي كبير، وهادشي اللي غادي يعرقل الانتقال ديال هاد اللاعب للفريق. المهم هادشي اللي كاين من ناحيه اخر الاخبار ديال الانتقالات ديال الفرق المغربيه، ويلا فتي كان معكم حفيظ وتهلا.